خلاص يلا. أنا رايش كلين اللي احنا عارفين انه ايش ببالية ببالية. طيب اذا كان مخيرات اللي انا بقيسه مخيرات كمية، طبعا هنا في تحت عندك بيرسون كابل تاو سبيرمان. قلت لك انا الجانب النظري عندي بيرسون للبيانات ليش الكمية، صح ولا لا؟ البيانات الكمية يعني معانا زي العمر والوزن، بيانات كمية اشياء اشوف العمر والوزن بيرسون. اوكي طلع لي يقول هنا اسمه correlation، correlations between جبتك الدخل هيك جبتك الدخل عيدي اها نعيد analyze تمام correlate تمام بفاريات اوكي دور حقك المتغيرات من بين المتغيرات بعدين اي نوع المتغيرات حقك ايش ما بينهم علاقه اي نوع العمر الوزن ولا ايش الوزن والعمر دور الوزن والعمر ايوه دور العمر دور والوزن دور بعدين مباشره تقول له اوكي اوكي بيطلع لك ليش الجدول الجدول هذا فيه بو حاجتين فيه بو سيجنيفيكانت هنا مالك منه وفيه بو هنا معامل الارتباط دور معامل الارتباط شوف شوف هنا شوف للشاشة هذا هو معامل الارتباط بيرسون كورليشن بيرسون كورليشن هذا هو اللي فيه بو السهم كم يساوي كم يساوي شوفوا منه هنا 67% من كم؟ لمش من 100 هذه 67 من كم؟ من 1000. طيب الآن لو كنت تقرر هل هناك علاقة بين العمر والوزن؟ في علاقة ولا ما في؟ في علاقة 67 من كم؟ من 1000 67 من 1000 انا قلت لكم في معامل الارتباط لو تتذكروا كلما اقترب من الايش؟ من 100% يكون قوي اقترب من الايش؟ 60 الى 80% يكون متوسط اقل من 60% الى 40% 60% يكون ضعيف اقل من كذا يكون الارتباط ماله ضعيف جدا الى ان يصل الى قيمه صفريه ما فيش ارتباط خالص هذه القيمه لمعامل الارتباط صغيره جدا وبالتالي لا نستطيع القول بان هناك علاقه ارتباطيه بين ايش؟ بين الوزن والعمر، يعني الوزن ما لهش علاقه بمن؟ ما لهش علاقه بالعمر. ما لا يزيد ولا ينقص لانه هنا معامل ارتباط صحيح انه ايجابي لكنه ايش؟ صغير جدا يقترب من الصفر. يقترب من الصفر. وبالتالي لا توجد اي علاقه بين العمر والايش؟ والوزن. هذا تفسير النتيجه. هذا هو تفسير النتيجة صح؟ ايوه هذا بالنسبة لمعامل الارتباط، طيب لو نشتري معامل ارتباط مثلا بين حاجتين ثانيتين لنفترض ان احنا نشتري كورليت معامل عندي معامل ارتباط بين مثلا الجنس والمستوى التعليمي هذا رجعهم لحالهم بين الجنس والمستوى التعليمي هل في علاقة تربط بين مستوى التعليم ولا التعليم والسن الفئات العمر والسن مش التعليم السن لا عودنا متغيرين هنا متغيرين ما لهم ما لهم متغيرين هذول فئويين وصفي لانه عباره عن فئات في ترتيب التعليم مستوى التعليم وفئات العمر طبعا هنا المفترض انه يكون عندي ايش؟ نعمل لهم معامل ارتباط بين سبيرمان للروتا معامل ارتباط سبيرمان للروتبي ايوه للروتبي فاوكي
لاحظ طلع لي نفس الحكاية. كم منهم؟ من الألف. هنا السالب. سالب 21 من ألف. إذا في علاقة، هل تستطيع القول بأن هناك علاقة بين الفئات العمرية وسوء التعليم؟ لا لا. ليش؟ ليش؟ لأنه ضعيف جدا، مستوى ضعيف جدا، وبالتالي لا توجد علاقة بين من؟ بين مستوى التعليم وال ايوه. طيب نقرر حاجة ثانية برضو نقول ليه؟ نشتي نشوف مثلا بين الاستجابة بين الفقرات، أشي نشوف إجابة العينة أو المفردات أو الناس على الفقرة رقم كم؟ على الفقرة رقم واحد، والفقرة رقم كم؟ والفقرة رقم اثنين. تسلمي. على الفقرة رقم واحد ورقم اثنين أو رقم ثلاثة ورقم كم؟ أربعة. معامل ارتباط ممكن تعمله للفقرات كلها. فلما اجي اشوف اوكي لاحظ طلع ايش؟ هل في علاقه بين اهداف المكتب بين الاستجابه على الفقره الاولى والفقره الثانيه؟ هذا ذوي معامل الارتباط. شخص الفقره المتين كم نوع معامل الارتباط هنا؟ أين يقترب من الواحد؟ 57%. 7 كونوا ركبوا نظارة الرقمتين. 57%. 57% معنى يعني ما بين الضعيف والإيش؟ والمتوسط وهكذا. هذا بالنسبة لمعامل الارتباط. بالنسبة لمعامل الانحدار تعلمنا معامل الانحدار لقياس الأثر Analyze Regression معامل الانحدار لحظة Regression تحت الكل لو وينها شوفوا اللغة الصحيحة وبعدين لينير طبعا ما بنعملش ريجريشن الى البيانات مو الانحدار دائما البيانات كميه لا فئويه ولا بيانات ايش اسميه لينير البيانات الكميه يجي يمتثل البيانات يجي هنا فوق يسميه ديبندنت يسموها ايش؟ ديبندنت يعني ايش ديبندنت؟ مستقل ولتحت مكتوب اندبندنت غير مستقل يعني تابع تطرح هنا المتغير المستقل وتطرح ايش؟ المتغير التابع فوق والمتغيرات المستقله فين تطرحها؟ تحت بمعنى المعنى علاقه انحدار بين انه الوزن يعتمد على من؟ على العمر. الوزن كمتغير تابع والعمر كمتغير مستقل. قلت له اوكي لاحظ ايش بيطلع لي؟ يطلع لي قيمة الثابت 59%. فين قلم ابتسام؟ يعني في علامة الانحدار كم كلمتكم علامة الانحدار كانت واي تساوي الفا زائد بيتا للاكس قلت لك هذا اسمه المتغير التابع وهذا اسمه المتغير المستقل هذا اسمه معامل الانحدار وهذا نسميها الايش؟ ثابت الانحدار فين بحصل هذا كله؟ بحصلهم هنا الكوليستان هذا الكوليستان هو الثابت الفا بمعنى معادلة الانحدار هو الأشياء تنبأ بالعمر الأشياء تنبأ بالوزن يجب عن العمر فأقول الوزن يساوي الوزن ايش يساوي؟ يساوي الثابت
اللي هو تقول السنة هنا اللي هو 59,917 زائد البيتا اللي هي تحت اللي هو قدام العمر البيتا 0.63 0.63 من 100 هذا ايش؟ مضروبه في كم؟ مضروبه في العمر. يعني لو انا الشيخ وقع او تنبا قيمه الوزن اذا عرفت قيمه العمر يعني ما عمره 20 سنه كم بيكون وزنه؟ حسب ايش؟ حسب القياس التنبؤي. فايش اللي بعمل؟ فاقول الوزن يساوي 59.917 زائد 0.063 مضروبا في كم العمر المنتبه 20 فيطلع لي كم؟ فيطلع لي الوزن بحسب ايش؟ بحسب التنبؤ او بحسب العلاقه ما بين الوزن والايش؟ هذا كل ما شيء تعرفه عن التحليل الوصفي. اولا قائمه انلايز عندي الديسكريبتيف وعندي الديسكريبتيف هنا للبيانات الكميه علشان تطلع لي اقل قيمه اكبر قيمه وعلشان تطلع لي ايش؟ المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات اللي تكون على شكل ايش؟ كميه قياسي كمي. لكن البيانات اللي على شكل فئوي فين اروح؟ لا اطلع لي من؟ اطلع لي فريكونسيز ايوه فريكونسيز للبيانات اللي هي عباره عن فئات وعباره عن بيانات وصفية فئوية. هذه البيانات يمكنك أن تعمل جداول تكرارية وأشكال بيانية عن كل جدول كل متبين على حدة. لو أنت تشي تجمعهم كلهم بجدول واحد هذه البيانات تجمع بجدول واحد بتضطر أنك تروح تصمم جدول. تروح إيش؟ تصمم جدول. هذه الجداول تصممها زي ما تشي حتى تصمم العلاقة بينهم. يعني صممت الجدول ممكن اعمل ايش؟ ممكن اعمله كده بشكل صف. يمكن ايش؟ يمكن اهربه من هنا واقول التعليم علاقه التعليم مع من؟ مع الجنس. اشوف انا الفرق بين المتعلمين من الذكور والاناث. لاحظ انه بيجيب لي جدول مستوى فوق مستوى التعليم يعني الذكور اليوم في المرحله المتوسطه الذكور اليوم في المراحل الوسطى 3 واليوم في الثانوية 1 والمدرس منهم 15 الإناث اليوم في المراحل الوسطى 1 اليوم في الثانوية 0 اليوم في البكالوريوس 10 تبدأ تعمل ايش؟ تصمم الجدول كما تشاء. يعني لاحظ برضو أنا في تيبل هذا كاستم تيبل أنا ممكن أعمل ايش؟ بالإضافة إلى الجنس اجي اقول له على مستوى التعليم اقول له كمان احصل لهم بحسب الفئات العمريه يعمل لي الجنس والفئه العمريه ها شوف كم نوع الذكور مع فئاتهم العمريه ومستوى ايش؟ تعليمهم هو كم نوع الاناث مع ايش؟ مع فئاتهم العمريه ومع اي جدول تتصوره تتخيله يمكنك تصميمه عن طريق من؟ عن طريق هذا التيبلز. يعني تشتي علاقه بين طيرين تشتي تعرف انت كمادهم تفريزهم تصنفهم بحسب التصنيف ايا يكن التصنيف حقك فتيبلز توفر لك ايش؟ او هذا الخيار يوفر لك تصميم جدول بالشكل اللي ايش؟ بالشكل اللي تشتيه. تشتي تشوف هذول اللي جاوبوا لهم بحسب ايش؟ بحسب الفئات العمريه وتشتي بحسب هنا بحسب العمل السن بحسب العمل. لاحظ جدول يمكنك تصنفه او تشكله بالشكل اللي تشتي. شوف المخرجات حقك الجدول بحسب التصنيف. تشتي جدول مزدوج يشمل لك حاجتين تمام كيف؟ الشيء يشمل كل الصفات مثلا انا الشيء يشوف الاختلافات بين الاجابه
لو قلنا لك الاختلافات مثلا بين الاجابه على على السؤال الاول الاجابه لو تشي تعمل تمسح هذا تعمل له ريسيت اول تاب خلاص يمسح لك هو يرجع من جديد. مثلا السؤال الاول جاوبوا على الناس اشتي اعرف كم جاوبوا من الذكور وكم جاوبوا من الاناث، ذكور واناث يعملوا العمود هنا والصف هذا وهذا اعمل ليش؟ الاجابه واجي اقول لهم موافق يجي اجيب ليش؟ تشتيت نسبه مئويه ممكن تعمل له نسبه مئويه مش بس فقط لا غير التكرارات. يعني لو عملت له كذا وقلت له جيب لي النسبه المئويه على مستوى الصف وعلى مستوى العمود وعلى مستوى ايش؟ العمود وعلى مستوى الجدول كله وعلى مستوى ايش؟ الجدول كله لاحظ ايش بيعمل لي؟ ايش عمل؟ جاب لك الجدول وفي بول النسب المئوية بحسب الصف بحسب ليش؟ بحسب العمود وبحسب الخيارات داخل الجدول بشكل عام، بمعنى انه هذا الخيار او هذا الاوبشن يخليك انك تعمل جداولك بالشكل اللي ايش؟ بالشكل اللي ترغب فيه بشكل عام. طيب ثانيا ذكرنا معامل الارتباط وهو من التحليل الوصفي. معامل الارتباط لما اشتري معامل الارتباط بين حاجتين ثنتين زي ما عملنا الان الجداول للحاجتين الثنتين بس هنا المقياس الاحصائي بيكون معي من معامل الارتباط ومعامل الارتباط في معانا ثلاثه معامل ارتباط يمكن انك تعمل ثلاثه معامل ارتباط بحسب نوع البيانات يجيب لك معامل ارتباط كندل تاوس بيرمان وبيرسون وتفسير هؤلاء معامل الارتباط بحسب التفسير اللي ذكرته لكم من قبل بشكل عام. طيب لو تشتي علاقه انحدار او علاقه تاثير لاحد المتغيرات التابعه او المتغيرات المستقله فنعمل ريجريشن لينير وتعمل المتغير التابع حقك وتعمل المتغير المستقل وانلايز في النهايه عدد معانا بلوك يمكنك انك تعمل ايش؟ يمكنك انك تعمل بشكل بياني هيستوغرام نورماليتي كواليتي كونتينيو اوكي لاحظ قابلك الانحدار وقابلك ليش؟ الرسوم البيانيه والاشكال البيانيه، ما عليك الرسوم البيانيه والاشكال البيانيه، الان لو قدرت انك تعمل لي توصيف ومعامل الارتباط ومعامل الانحدار بتكون جزاك الله خير علشان ما نعمل علشان ندخل في حكايه الاستدلال الاحصائي لانه الاستدلال الاحصائي عميق حاجه اكبر فحص العينه ايوه وكله بعدين بقيه هذا عباره عن استدلال هذا كله السماء عادوا معنا استدلال احصائي عادوا معك هنا خيار لبرنامج اخر اسمه ايش؟ اسمه اموس اس بي اس اس اموس اللي هو التحليل البنائي مسميه تحليل ليش؟ البنائي بس ما انا مش شغلكم هذا يا الله انتم تعملوا ايش؟ يا الله انتم تعرفوا تعملوا ذا ف انا بترككم لكي تطبقوا حاول انك تطبق حاول انك تسال زميلك حاول انك تنزل فيديو من داخل الانترنت لانه انا ما بعلمكش كيف تتعامل مع مين؟ مع الحاسوب تعاملك مع الحاسوب هذا يتطلب دوره تدريبيه كيف تتعامل مع برنامج التشغيل كيف تحفظ الملف كيف تفرق الملف كيف تسوي تعاملك كيف؟ فجرب اللي ما عندوش فكره في الاساس يحاول ثم يحاول ثم يحاول حتى يستطيع يبعد القهوه يبعد القهوه اللي من الكمبيوتر. قبل ما كيف؟ اشتري المحاضره الواقي اجي على الاقل وعندك قدره على التعامل مع كذا مع هذه الايقونه بشكل عام. علشان ندخل ليش؟ علشان ندخل المكان اللي بعده.
لما احنا نختلط الصفقات مثل عندك من حالات